فيش حدا ابو فادي. السوق ما بنحذر عليه تراجع أكثر من بدون مبالغة والله 65-70%. في تجار كتير عم بتعاني، مش قاعدة بتسكر التزاماتها، مثل سوريا أثرت علينا، مثل حتى الوضع اللي إحنا بمصر أثر علينا. صارت الناس تفكر، الواحد لما بيخاف بيبطل يشتري شيء. والله لا، مش كل الطبقات يعني في ناس ما بيقدروا يشتروا بالأسعار هاي. السبب برأيك؟ الله أعلم، ممكن بنفتح باب التصدير. والله بداية شهر رمضان الحركة شوي بسيطة، يعني بطيئة جدا، مش قوية زي ما بتتصور. والله المستوى يعني بدي أقدر أقول لك إنه بسيط جدا، يعني مش ما في حركة كثير، يعني ما في حركة قوية إنك تشجع الناس إنها. في الواقع الانفاق بزيد، تمام، وفي الايام الاولى بالذات يعني على الاكل والشرب بتشوف الحركه غير عاديه وغير طبيعيه بتزيد، لكن برجع في باخذ بتراوح يعني ما بين 10 الى 15 يوم في منتصف الشهر، وبعدين برجع الوضع الى وضع الطبيعي على مكان عالي. الأول بداية شهر رمضان يكون الإنفاق خفيف، لأنه هي بالمناسبات بالأعياد بصير شغل الحلويات. هلأ الناس تلحق التموينيات، المواد الأولية مثل الجبنة، الألبان، مشان السحور والفطور، هي الغذائيات الأساسية. أما الحلويات يعني بتكون أمورها شيء بسيط، يعني هي تكميلات وليس شغلات أساسية.